نوشة حبيبي. يا روحي يعطيكي ألف عافية وشكرا على الدعوة الحلوة. أنا كثير مقدرة جاي زيك لأني أنا بعتك إليك أكمل يوم ما بتطلعيش أو ما بتحب الزحمة ولا الفترة الأخيرة بطلت أجامل كثير. جاي زيك يا لولو حبيبتي حبيبتي الله يسعدك. أول شيء أنت تستاهلي والمناسبة اللي عاملتها تستاهل والناس الموجودين. الحمد لله حبيبتي يا رب إن شاء الله إني أكون قدرت إني أوصل المسج حقيقي إن شاء الله. دوم حبيبتي الله يسعدك يا رب. يا سعد تقشير نفس جويل وردتني بشرتها ما شاء الله بتجنن. أنا تقشير ما عندي مشكلة. انه يكون مزعج يس لطيف حلو هذا اهم شيء. بشرى حبيبتي هي اللي عملت لي الموعد قالت لي لك جويل ثانك يو سو ماتش وبعدين شكرا للدلع والاهتمام تقول دورت لي عصير شمندر فما لقت ايش جابت لي رمان حبيبتي الله يسعدك يا رب تسلمي حبيبتي حبيبتي الله يسعدك يا رب. دكتورة يعطيك العافية يعني ما أخذ معي الموضوع كله على بعض 10 دقائق. لا أبدا تنكلين خفيف. أيوة تماما. هلا أهم شيء بعد تقشير نحنا ما بنطلع شمس كتير وبيكون بغسل البشرة بالماء البارده مع الصابون. من غير صابون؟ ما صابون إتس فاين. آه عادي أوكي. عادي اليوم بالماء والصابون خفيف بس إذا صابون فيه شوي عسيل سمتايمز تستعملوا هيك لا عادة كله بعد تقشير خلال أسبوع بدنا نركز على المستورايزينج على المرطب الترطيب. خفيف على العموم دائما بس اذا واحد مضطر خلال اسبوع ممكن حد ميك اب خفيف اوكي بس يعني بدي اشرب بدي اكون كمان ميك اب خفيف اوكي شكرا شكرا ميك اب كثير بتذكر مسامع حاول استعمل ميك اب خلص طيب واخذ موعد ثاني لبشرتي لانه الدكتوره الفيه هي اللي حتهتم ببشرتي من يوم ورايح وتظبط لي كل الجدول. جويل موجودة وحنفاجئها. 1 2 3 جوجو لا على اساس انا في دا افاجئكم. اوكي شكرا حبيبتي الله يسعدك يا رب.
ايش هالتيم الروعة، ما شاء الله ما شاء الله. جويل انت محظوظة بالتيم تبعك، الله يهنيك فيهم ويهنيهم فيك. جبت لكم اليوم في اضخم موقع للعطور بالسعودية جولدن سيت، راح اعطيكم خصم، ومن خلال هذا الخصم ممكن تدلعون حالكم على كيف كيفكم. وراح اعطيكم بعد الموقع تبع الانستغرام عشان تتابعوا وتشوفوا ايش الجديد وتتعرفوا من خلاله على الاسعار. ولا المنتجات تبع شانيل ما عليها خصم.